مرة أخرى في هذه الفقرة هنناقش ملف الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بين الواقع والفرص والتحديات باعتباره أحد مواضيع النقاش في المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، وهو المحور الذي نال النصيب الأكبر من المقترحات والرؤى التي تلقتها الأمانة الفنية، ووصلت نسبة المقترحات المقدمة في هذا المحور إلى 37%. ووفقا لما جرى استعراضه في الجلسة الأولى للحوار الوطني الأربعاء الماضي، يسعدني أن يكون معي في الاستوديو في هذه الفقرة الأستاذ باسم لطفي، مقرر مساعد لجنة الاستثمار الخاص بالحوار الوطني. برحب بك يا فندم. أنا سهل. معنا دكتور أيضا هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة. برحب بك يا دكتور. مساء الخير. أهلا وسهلا. أستاذ باسم، هناك فرص استثمارية متاحة في مجالات عدة. عندنا بنية تحتية صرفنا عليها المليارات من أجل جذب الاستثمارات، إحنا واصلين لفين في هذا الملف، ملف الاستثمار؟ أولاً إحنا زي ما حضرتك قلتي عملنا بنية تحتية قوية جداً إن إحنا نستقبل أي استثمارات من الخارج، لكن للأسف في عدة عوامل خارجية وداخلية مؤثرة على حجم الاستثمار اللي دخل لنا من بره. اول حاجه طبعا في حاجات مش بايدينا، مثلا زي العوامل الخارجيه زي الحرب الروسيه الاوكرانيه او ازمه كورونا او دول تانية عندها ملاءه ماليه حوالينا بتقدر تدي مزايا الاستثمار فبتجذب الاستثمار ليها اكتر. انما من الداخل طبعا برضو بسبب برضو الحروب الخارجيه عندنا ازمه العمله او ازمه الدولار مخوفه النهارده الناس للاستثمار ان هي تقدر تجنب ارباحها وتطلع تاني بره. إن شاء الله مع الحوار الوطني نقدر نلاقي حلول للنقاط اللي موقفة أي استثمارات من بره أو مخلية الاستثمارات تيجي بكثافة زي ما كانت بتحصل في الوقت الماضي. برضو من أهم برضو النقاط اللي محدش يعني بيذكرها إن طبعا الفايدة البنوك العالمية كلها في أمريكا، سعر الفايدة اللي بيطلع جامد جدا بره ده بيزودوه، بيخلي الناس بره بدل ما تستثمر فلوسها خارج دولها كلها محتفظة بفلوسها في البنوك. دكتور هشام، يمكن يعني قبل الفاصل في الفقرة الأولى كان معايا السيادة النائب أيمن، وهو طبعا مقرر لجنة الاستثمار في الحوار الوطني المتعلق بالمحور الاقتصادي، وكان بيقول لي ساعتها أنه إحنا عندنا البيئة التشريعية محفزة ولكنها تحتاج إلى تعديلات. برأيك إيه التعديلات اللي إحنا محتاجينها؟ وقال إن إحنا محتاجين يعني أولويات الإصلاح، تحديد أولويات الإصلاح. من وجهة نظرك إيه أهم التعديلات اللي إحنا محتاجينها في هذه الظروف اللي إحنا بنمر بيها؟ هو بداية لا يجب أن نبخس المجهود الكبير اللي بذل خلال الأعوام الماضية في إصلاح البنية التشريعية، لكن يمكن أختلف قليلا أو كثيرا مع هذه المقولة أنه نحتاج لمزيد من الإصلاح في البنية التشريعية. ما نحتاجه بالفعل هو مزيد من الإصلاح في البنية التنظيمية. أتصور هو ده اللي احنا الحقيقة محتاجين نشتغل عليه بشكل كبير للغاية، لأنه أتصور أكم من تعديلات وتشريعات جديدة، بنتكلم على قانون الاستثمار الجديد، بنتكلم على قانون المناطق الاقتصادية 83 سنة 2002 اللي أدخل عليه بعض التعديلات، قانون الشركات، الحقيقة كم من التعديلات أدخل خلال السنوات الماضية واللي الحقيقة كان بها قدر المحفزات ليس بالقليل. ويمكن من الأمور الطيبة أنه التشريعات تم التحرك فيها على عمودين. الأمر الأول هو مزيد من الضبط التشريعي، الضبط في الصياغات حتى لا نترك الفرصة للقائم بتنفيذ هذه التشريعات كي يتبرع ويجتهد في من عندياته علشان يفسد على كيف وهوى. الأمر الثاني هو الحقيقة أنه هذه التشريعات أتت بقدر من المحفزات بتتسق ولأول مرة مع استراتيجية الدولة في ما يتعلق بالاستثمار. يعني احنا بداية احنا عندنا استراتيجية على مستوى هذه الدولة 2030 فيها الشق الاقتصادي، مؤكد انه ما صدر او ما تم اجراءه من تعديلات على الاطر التشريعية كان بيتسق مع هذه الاستراتيجية. لكن اكرر مرة اخرى انه يمكن اللي احنا محتاجينه بشدة هو البنية التنظيمية، ويمكن الحقيقة عدة محاور اتحركت فيها الحكومة خلال الفترات الماضية، بنتكلم على مزيد من مراكز خدمة المستثمرين الموجودة هي في العديد من المحافظات، وتصور ان هناك استراتيجية لاستكمالها على مستوى كافة محافظات مصر، بنتكلم على
وحده معالجه المشكلات اللي موجوده في مجلس الوزراء. يمكن الحقيقه السيد رئيس مجلس الوزراء كان بيتابع هذا الامر منذ ايام معدود. بنتكلم على قدر مهم من التعامل مع المشكلات. احنا بنتكلم على خلال شهرين تقريبا حجم المشاكل اللي تم تقديمها تقريبا كانت في حدود 1830، تم التعامل تقريبا مع 1330 مشكله بشكل جذري. يمكن اتصور انه البنيه التنظيميه، وهخص تحديدا ما يتعلق بالبنيه التنظيميه في الاطار الترويجي، وهو ده اللي احنا الحقيقه مفتقدينه في الاطار الترويجي، الترويج للاستثمار. وهو ده يمكن من ارهاصات القانون الاستثماري الجديد. يمكن كهذا الكلام مضى عليه اكثر من 6 أو 7 أعوام، حينما كان هناك مسودات اولى لقانون الاستثمار، كان حديثي شخصيا في مساله ان احنا محتاجين ان نفصل فيما بين امرين هامين للغايه. وده ليس بدعه على مصر، بل على العكس هو موجود بالفعل في قطاع السياحه. احنا كنا محتاجين بجانب هيئه الاستثمار، كنا محتاجين هيئه تنشيط الاستثمار، واحنا عندنا في قطاع السياحه عندنا هيئه التنميه السياحيه وعندنا هيئه تنشيط السياحه. فاحنا الحقيقه الشق الترويجي محتاجينه بشده، لانه كون هيئه الاستثمار وهي منوط بها في الاساس الاطار او الدور التنظيمي والرقابي، عاده اللي بيبقى ديجيوليتور ما بيقدرش يلعب البيزنس كويس. وبالتالي احنا هيئه الاستثمار الحقيقه لا، هي مش هقول انها هيئه بيروقراطيه، لكن بالتاكيد هي مثقله بكم كبير من المشاكل التحديات الصعاب، لكن كمان هو دورها في الاساس هو الدور الرقابي اكثر من الدور الترويجي. اتصور ان هو ده اللي احنا محتاجينه بشده، خاصه انه احنا الحقيقه ليس لدينا في مصر في الوقت الحالي وزير للاستثمار. احنا هذا الملف الحقيقه معهود للسيد رئيس مجلس الوزراء، والمفترض انه رئيس هيئه الاستثمار هو اللي بيلعب هذا الدور. فأؤكد مرة أخرى أنه كونه يلبس قبعتين، قبعة الريجيليتور أو المنظم والرقيب وقبعة البيزنس والبروموشن، ده المسألة هكون صعبة عليه. دي نقاط في غاية الأهمية هنناقشها طبعا مع حضراتكم، ولكن خلينا في البداية نروح مع حضراتكم لتقرير. هذا التقرير هو عن جهود الدولة لتيسير إجراءات الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، وبعد كده يعني هنرجع نكمل باقي الحديث. الحوار الوطني يناقش تيسير إجراءات الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية. تتبنى مصر سياسات إصلاحية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في ظل تحسين مناخ الأعمال، الأمر الذي دفع المحور الاقتصادي ليكون واحداً من المحاور الرئيسية للحوار الوطني، وتندرج تحته لجنة متخصصة عن الاستثمار الخاص تتضمن محفزات للاستثمار في مصر، وأيضا طرح عدد من المحفزات للترويج للاستثمار الأجنبي. الاقتصاد المصري يتميز بالمرونة في تجاوز التحديات الاقتصادية، كما حدث في الأزمة المالية العالمية عام 2008، وهناك العديد من الفرص المتاحة لمستثمري المدى الطويل، كما تمتلك مصر العديد من المزايا والمقومات في مجال البنية الأساسية، حيث حققت مصر إنجازات تاريخية وغير مسبوقة في مجال مشروعات البنية الأساسية. تبنت الجمهورية الجديدة خلال السنوات الماضية سياسات إصلاحية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في ظل تحسين مناخ الأعمال، والعمل على زيادة نسب القطاعات الخدمية والسلعية لسد الاحتياجات المحلية وتوفير العائد الدولاري، حيث سبق وأن أصدرت مصر قانوناً للاستثمار في عام 2017 ليضع عدداً من الضمانات للمستثمرين الأجانب. يعتبر الاقتصاد المصري واحداً من أكثر أنظمة الاقتصاد تعددية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث أصبح الاقتصاد المصري أكثر قوة نتيجة لتلك التعددية، حيث شهد نمواً واضحاً عن طريق عدة قطاعات، مما ساعد على ضمان الازدهار لكل القطاعات واستدامته. هذا فضلاً عن قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو اقتصادية حقيقية إيجابية في ظل الركود الاقتصادي العالمي. موقع بيزنس إنسايدر الأمريكي وضع مصر من بين أفضل الأسواق الناشئة الجاذبة للاستثمار الأجنبي على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
أستاذ باسم، زي ما كنا يعني بنستمع لدكتور هشام، هو كان لديه بعض الملاحظات. هو بيقول إن إحنا محتاجين إنه يتم تفعيل أكثر هيئة تنشيط الاستثمار زي السياحة كده، مش تفعيل واتكلم كمان عن الترويج، الترويج للاستثمار محتاجينه بشكل أكبر. وقال إن إحنا ما عندناش مشكلة في البيئة التشريعية، ولكن في البيئة التنظيمية. هذه المقترحات فين؟ من ضمن طبعا الملفات الخاصة بلجنة الاستثمار، وشايف وجهة نظره ازاي؟ انا شايف ان انا عشان اروج الاستثمار لازم ابقى عارف ايه الميزة التنافسية اللي عندي عشان اروج لها الاول. احنا مش عارفين الميزة التنافسية؟ لا، لازم نحطها، نكتبها على ورقة ونبتدي ندرسها واحدة واحدة. انا شايف برضو ان في عواقب، انا قبل ما اجي اروج عايز اشوف العواقب، ايه الحوافز اللي عندي، البلس الادفانتج لاي حد يجي يستثمر فيها، وعايز اشوف ايه العواقب اللي موقفه اي استثمارات او الناس متخوفه انها تستثمر فيها. انا في دول حوالينا عملت حاجه دوينج بزنس، ده مؤشر اقتصادي عالمي عن اي دوله، بحطين كل العوامل نجاح اي اقتصاد في الدوله في نقاط. انا بشوف ان احنا لازم يبقى عندنا اولويات، نرتب المشاكل اللي عندنا حيث كل واحده الاهميه، ونبتدي نحل نقطه نقطه يعني بالاولويات مشكلتها، بعد كده نبتدي نروج للاستثمار عشان يبقى في مردود ايجابي للترويج. طيب دكتور هشام، كيف تنظر الى المقترحات التي قدمت حتى الان من اجل خدمه الاستثمار في مصر؟ هو خلينا بس نوضح انه حجم المشاكل اللي بيفصح عنها المستثمرين بتتغير بمرور الوقت. يعني احنا الحقيقه بنلتقي بعدد كبير من المستثمرين خلال السنوات الطويله الماضيه. نوعيه المشاكل اللي بتطرح بتتغير، وده الحقيقه من الامور الطيبه انه الدوله او الحكومه بتتعامل بشكل جاد مع المشاكل. يعني يمكن من 4 أو 5 سنين كان نوعيه المشاكل مختلفه، كان نوعيه المشاكل انه ما فيش اراضي مرفقه جاهزه، التسعيد في الاراضي كان مرتفع. الحوار الوطني احنا بدأناه تقريبا من 9 شهور، هي المشاكل الاقتصاديه اللي كانت موجوده ساعتها هي مختلفه عن اللي موجوده صحيح في الوقت الحالي. صحيح، وده اللي بياكد انه الحكومه بتتعاطى بشكل جيد مع المشاكل، لكن بالتاكيد احنا في ظروف استثنائيه، والظروف الاستثنائيه دي خلت مزيد من التحديات امام المستثمر وامام الوضع الاقتصادي المصري. بنتكلم على تغيرات عنيفه في اسعار الفائده على المستوى الدولي، بنتكلم على تغيرات في اسعار الصرف، بنتكلم على حرب تجاريه واقتصاديه عنيفه جدا في المجتمع الدولي ككل احنا بنتاثر بيها بكل تاكيد. بنتكلم على مشكله اكثر خطوره، وهي انه حركه تدفق رؤوس الاموال على المستوى الدولي نفسها هي مشكله. وبناء عليه قدر طموحاتنا اللي احنا الحقيقه كنا راسمينه على قدر ما انفق من ارقام ضخمه في اعاده تاهيل المجتمع المصري ككل، اعاده تاهيل البنيه الاساسيه، بنتكلم على تقريبا ما يتجاوز 8 تريليون جنيه تم انفاقها في المشروعات القوميه اللي هي كلها في الاساس بتخدم على امرين، بتخدم على المواطن في مستوى معيشه وبتخدم على المستثمر. لكن قدر ما اتى على هذه الاستثمارات العنيفه من الدوله لم يكن يتسق مع قدر ما انفق من استثمارات في البنيه الاساسيه، ويمكن كان المفترض احنا بدينا نجني الاستثمارات الايجابيه بدايه من عام 2019، كان بالتاكيد التحدي الخاص بكورونا ثم واصل سنه 2019 كانت اعلى نسبه طبعا خاصه بجذب الاستثمارات الاجنبيه صحيح والمحليه صحيح وفقا للارقام. يعني صحيح، اتت 2019 بجائحه كورونا ثم عقبها الازمه المشعله في اوكرانيا ثم حرب اقتصاديه حقيقيه. الحقيقه احنا بنتحدث في منطقه او موجودين في منطقه ملتهبه للغايه، بنتكلم كافه حدودنا تقريبا الحقيقه مشتعله، وده الحقيقه بيلقي مزيد من الضغط على بيئه ومناخ الاستثمار، ولكن ده لا يجب ان يغفلنا او ينسينا قدر ما انفق من ارقام وقدر ما بذل من مجهود في اطار انه المجتمع المصري او الدوله المصريه تلعب دور هام مش بس داخليا لكن كمان اقليميا ودوليا. وبناء عليه يمكن هو التحدي الاهم، وعشان كده الحقيقه معني ومهتم كثيرا بفكره الترويج، وان احنا محتاجين مجهود كبير للغايه، لان نتصور انه جزء كبير من احتياجات المستثمر موجود حاليا هي الفكره الاساسيه. يمكن بعض الدول اللي البعض بيتحدث عنها سواء كان المغرب او غيره الحقيقه قادره على جذب ارقام استثمارات كبيره للغايه، اتصور انه القدره الترويجيه والدخول في نقاشات ومفاوضات مع المستثمرين هو ده اللي بينجز في النهايه. بالمناسبه يا دكتور هشام، استاذ
حاسم، واحنا بنتكلم عن الترويج للاستثمار الاجنبي، كان في مقترح انا قبل كده يعني كان احد الضيوف كان بيناقشني فيه، بيقول لي ان السفارات المصريه احنا ممكن نستغلها فيما يتعلق طبعا بالترويج للاستثمار، احنا عندنا اكثر من 120 سفاره حول العالم، ممكن نستغلها في هذه النقطه تحديدا. ده كان من ضمن اراء احد الخبراء يعني، واحنا بنتكلم طبعا عن الترويج للاستثمار. طبعا الموضوع سفارات السفارات في طبعا ملاحق تجاريه هناك بيقوموا بدورهم طبعا بالترويج، لكن انا برضو شايف ان اللي المفروض يقوم بدور الاستثمار ده يكون شخص استثماري او جاي من باك جراوند مالي او من بيزنس باك جراوند، عشان يعرف يعني يوفر فرص او يوفق فرص بين مصر والدول الثانيه. للاسف يعني هيئه الاستثمار برضو بتقوم بدور الترويج زي ما حضرتك قلت، لكن برضو المعنيين في السفارات هناك الخلفيه بتاعتهم مش تجاريه يعني، هم بيروجوا للسياحه، ففي لحد ما ترويج للسياحه في بعض البلدان، فممكن انه كمان نروج للاستثمار. لا انا الحقيقه متفق مع وجهه النظر انه الموظف ما يقدرش يلعب تاني دور البيزنس، وكافه مسؤولينا في السفارات المختلفه هم في الاساس موظفين بيلعبوا الدور الدبلوماسي على اكمل وجه، بيلعبوا الدور السياسي على اكمل وجه، بيلعبوا الدور الاقتصادي ايضا على اكمل وجه، لكن ما يتعلق بالاستثمار اتصور انه هناك المعنيين والمدركين ببواطن الاستثمار هم اللي يجيدوا هذا الامر. المساله الثانيه الاكثر اهميه واللي تتسق مع هذا الراي انه احنا الحقيقه حتى الان لم نستفد كثيرا من مجتمع الاعمال، وده يمكن من المفترض النقاط اللوم او العتاب على الحكومه انها الحقيقه حتى الان لم تستخدم راس الحدبه بشكل قوي. راس الحدبه في هذه الدوله هم مجتمع الاعمال، واتصور انه لدينا قدر من رجال الاعمال لديهم قدر من التواصل خارجيا اكبر بكثير من التواصل الحكومي، وبناء عليه احنا الحقيقه محتاجين ان الحكومه تلعب. مش عايزين لوم يا دكتور هشام، لانه في الحقيقه انا كان معايا زي ما حضرتك عارف ست نيم كان بيقول لي، وكنت طرحت عليه هذا السؤال، فكره ان احنا نسمع لرجال الاعمال. في رجال اعمال رؤساء مجلس ادارات بنوك وشركات قدروا ان هم يحققوا بروفيت وارباح في ظل ظروف صعبه جدا اقتصاديه العالم كله بيمر بيها، وهو قال لي ان احنا بالفعل من بدري بنسمعهم وبنسمع مقترحاتهم ونستفيد منهم، وبالتالي من غير لوم ده موجود بالفعل. لا خلينا اكد تاني، انا هحتفظ بوجهه نظري انه الحكومه محتاجه انها تستغل رجال الاعمال، مش بس تستفيد بيهم. تستغلهم ازاي؟ تستغلهم انه اتصور انه رجال الاعمال المصريين لديهم رغبه شرسه في ان هم يتحدثوا عن مصر بشكل افضل، وان هم يجذبوا استثمارات بشكل اكبر. ومن هنا الحقيقه مهم جدا انه يكون في قدر من التفاهمات فيما بين المجتمع الاعمال والحكومه في اطار انه يبقى في هناك تنسيق في الادوار. طيب بمعنى خلينا بقى استاذ باسم، هو معانا في استغلال رجال الاعمال؟ في استغلال، بس طبعا الاستغلال برضه بشكل ايجابي طبعا. لا يعني في استغلال طبعا جاي من الحكومه، يعني انا بشوفه شخصيه، سافرت كذا مره مع هيئه الاستثمار لبعثات ترويج، طبعا كان متوضب لها كويس وكانت يعني كلها رحلات ناجحه، لكن لا لسه ممكن احسن يعني. دي كانت رحله ضمن رحلات، لكن انا زي ما حضرتك بتفق مع كلامك، لا انت عندك في قطاع السياحه بتوع السياحه احسن ناس يقدروا يروحوا للسياحه، هم يقدروا يسافروا في الصناعه، هم يقدروا يعني هو اللي يقول لك الفرصه فين. بس احنا برضو انا يعني احنا عندنا رجال اعمال قوموا شركات، اكيد طبعا اكيد، لكن انا وجهه قوموا شركات بيزنس بتاعهم اللي انا بتحدث عنه، أيه انه كان هو ده مش هيفيد الاقتصاد. لا ثواني بس، رجال الاعمال بجانب انها بتلعب دور على المستوى الشخصي وبيفيد بالتاكيد، لكن كمان ممكن انها تساعد في اطر اكثر، بمعنى انه رجل الاعمال المصري ده سفير لمصر في مختلف دول العالم، وعندنا كما اشرت رجال الاعمال نافذين مش بس في الحياه الاقتصاديه والاستثماريه، نافذين في الحياه السياسيه في العديد من دول العالم، وان الاوان انه نقعد معاهم ونقول لهم والله ساعدونا عشان ربنا يساعدكم مش عشان احنا نساعدكم، وبالتالي ممكن احنا نجني الكثير في هذا الامر. وبالتالي هي الدعوه او اللوم او العتاب اللي انا بقوله للحكومه، الحكومه عايزه تسمعه بالمناسبه، احنا بنتكلم على الحوار الوطني يعني الحكومه فاتحه اذانها وقلوبها ومحتاجه ده، واحنا لما بنقول ده عشان الحكومه تنجح، احنا بالتاكيد قدر ما بذل من مجهود كبير للغايه خلال السنوات الماضيه، ومحتاجين انه نجني الثمار الايجابيه. أكدت تاني ان احنا الحقيقه بنعمل في ظروف، في محيط الكل يسمح فيه، ظروف ضاغطه على الجميع، كل دول العالم.
كل الآراء وكل المقترحات وكل الأفكار هي مسموعة صحيح. من مختلف اللجان في الحوار الوطني سواء الاقتصادي أو السياسي أو الاجتماعي، ومش بس كمان رجال الأعمال اللي لابد أن يكون صوتهم مسموع، ولكن احنا كمان عندنا الشارع المصري صوته مسموع. علشان كده بنقول أنه هنا في البرنامج، برنامج الحوار الوطني، مهم أن احنا نسمع الشارع بيقول إيه وعايز إيه، ونشوف كمان مدى وعيه بمختلف اللجان ومختلف الأفكار المطروحة في المحور الاقتصادي. وأنا سعيدة جدا بالوعي اللي موجود، وإحنا بالمناسبة نزلنا واستمعنا لآراء الناس واخدنا كده جولة في مختلف محافظات مصر المختلفة علشان نرصد التفاعل. خلينا يعني نتابع. بحيي الرئيس السيسي على أخذ خطوة الحوار الوطني والمبادرة دي ولم شمل صفوف الشعب المصري كلها. المطلب الأساسي ليا هو الإصلاح الاقتصادي زي أي مواطن مصري. الهم الأساسي إن أنا أرفع من مستوى معيشتي وأرفع من مستوى دخلي. عانينا كتير قوي من إحنا ما بنسمعش بعض، ما بنشوفش إيه الجديد اللي محتاجة البلد. البلد دلوقتي بقى ليها رؤية، واللي هيتخلف عن الرؤية دي هيسبب مشاكل كبيرة لنفسه في الأول وبعد كده ولتتقدم البلد. فلازم نسمع نشوف الناس تبتدي تغير من الفكرة بتاعتها، تبتدي ان هي تتجه ناحية الاتجاه الوطني. طبعا موضوع الحوار الوطني ده موضوع جميل كويس، بس أهم حاجة يعني يوصلنا لنتائج إيجابية إن شاء الله حتى على المدى الطويل نحس بوقعها على أرض الواقع. فالملف الاقتصادي والمحور الاقتصادي محتاجين جدا ان احنا نركز عليه، وكمان تمكين الشباب في الوضع اللي جاي. لغة الحوار او فتح حوار بين فئات المجتمع المختلفة ايا كان، مدنية حزبية سياسية، مسألة بلغة الأهمية. اي قرار او اي نتيجة يأتي بالحوار، اذا كانت القيادة السياسية فتحت هذا الباب، ده معناه ان احنا فعلا في وعي شديد جدا عشان بلدنا مصر تبقى فعلا في حته تانية. انا مبسوط اصلا بفكره الحوار الوطني وفكره اتاحه سياده الرئيس الفرصه للاطياف والفئات المختلفه انها تتكلم وتعبر عن رايها وتتكلم عن مشاكلها، ويكون في استماع من جانب الدوله للمشاكل بصوره واضحه وبدون خطوط حمراء، وكل واحد يعبر عن المشاكل اللي عنده. ان شاء الله باذن الله احنا متفائلين جدا، في اطياف الشعب كلها مشاركه، فئات سياسيه مختلفه معارضه، ودي بتنتج عن انها دوله واعيه اللي دخل المعارضين مع المؤيدين. دي دوله واعيه جدا عايزه فعلا توصل لمصلحه المواطن المصري. مبسوطه جدا ان حضرت فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي اتاح لنا الفرصه ان احنا نقول راينا بكل حريه في الحوار الوطني، وطبعا ده بيناقش قضايا كتير قوي في المجتمع، وانا كفرد من المجتمع اقدر ان انا اناقش اي قضيه انا حابه اتكلم فيها بكل حريه من غير اي قيود. كلنا متابعين جلسات الحوار الوطني اللي موجوده، يمكن كل الميديا كلها موجوده، حاجه رائعه بصراحه. ما كناش متخيلين ان هيكون الجلسات بالانفتاح دوت. الكلام اللي كان بيتقال بيتردد في الشارع او على بعض الناس او خواطر انه يظهر ويكون موجود، طبعا الشكر كامل الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي ان هو فعلا اطلق حوار وطني ضم كل اطياف المجتمع المصري، كل الفئات اللي موجوده. بشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على اطلاق جلسات الحوار الوطني بكافه اطياف الشعب بثلاث محاور رئيسيه، محور اقتصادي ومحور اجتماعي ومحور سياسي. القضايا اللي عايزينها تتم مناقشتها بقوه داخل قاعات واروقه ما يهم الحوار المجتمع المصري هي قضايا التعليم وقضايا الصحة، لأنها تمس كل مواطن مصري بالتأكيد. احنا عايزين ارتقاء في العملية التعليمية على كافة المناحي، الاهتمام بصحة المواطن بالتأكيد، في اهتمام طبعا وان شاء الله مزيد من الاهتمام بصحة المواطن في مختلف ربوع جمهورية مصر العربية.
الناس متفاعلة بحالة الحوار الموجودة وبتتمنى كمان انه هذه الحالة تستمر، محتاجة ان هي تحس كمان بنتائج ونتائج سريعة ونتائج ايجابية على ارض الواقع. استاذ باسم، ده اللي هيخليني اسأل حضرتك، ضمان تنفيذ القرارات او المقترحات اهم من طرحها، وبالتالي ايه الآلية اللي هتضمن تنفيذ هذه القرارات أو المقترحات اللي هي طبعا الواقعية ممكن تنفذ وتنفيذ السياسات على أرض الواقع، إيه الضمانات؟ طيب خلينا نتفق في الأول إن هو الحوار الوطني مبني يعني على إن الشارع كله يشارك فيه، وإن الشارع كله يعني يقدم مقترحاته للدراسة عشان نطبقها ونشوف ايه ممكن يتطبق. الضمانات ان الحوار الوطني هينفذ الحاجة، ان انت كل الاطياف بتتكلم فيه، ما فيش حد يقدر يخبي حاجة من حد، انت كل الاطراف مشتركة، الحاجات كلها مذاعة، الحاجات كلها موجودة قدام الناس، احنا بنتكلم مع الناس بشفافية. فالضمانات ان احنا نطبق موضوع هو الـ يعني طالما يعني الحكومة هي اللي بتطلب ان احنا نعمل حوار وطني، فده اكيد طبعا يعني هي عندها الرغبة ان هي تنفذ القرارات دي فيما بعد. دكتور هشام، صندوق مصر السيادي شايف دوره ازاي الفترة الأخيرة في محاربة البيروقراطية طبعا اللي كل بيعاني منها، وأيضا في جذب استثمارات أجنبية؟ بالتأكيد الصندوق الحقيقة قدد التفاؤل والطموح المبني عليه الحقيقة كبير للغاية. الصندوق بيتاح له قدد من الأصول وقدد من الخبرات اللي يمكنه أنه الحقيقة ينجز على أرض الواقع ما لم تستطع أن تنجزه كافة الوزارات اللي كان موكول إليها إدارة أصول الدولة. لكن هو يمكن تاني أكد على أنه الظروف أصبحت صعبة للغاية، ومع هذا الحقيقة الصندوق بيتحرك في كافة الملفات المطروحة لديه. لكن خلينا نلفت الانتباه لأنه مسألة الدخول في استثمارات أو الشراكة أو حتى التخارج بيستغرق وقت ليس بالقليل، ويمكن البعض اللي بينتقد التأخر أو البطء الحكومي في برنامج الطروحات أو غيره، لا بنقول أنه المسألة مش بس متوقفة على الجانب الحكومي، لأنه أي مستثمر عشان يدخل يشتري مش هقول شركة بالكامل لكن حصة حاكمة بياخد وقت للفحص الفني. الفحص الفني ده بيفحص على أرض الواقع كل ما لدى هذا الاستثمار أو هذه الشركة من أصول وكافة ما عليها من التزامات، وده الحقيقة كحد الأدنى بنتكلم من 6 شهور لسنة. وبالتالي ما نتوقعش انه دخول صندوق مصر السيادي او برنامج الحكومه للطروحات لما يتاخر شهر او 2 يبقى الحكومه متخاذله او فكره انه الحكومه بتتراجع او مش جاده، لا هي المساله مش كده. هي المساله انه التخارج او الدخول في استثمارات جديده او الدخول في شراكات بيحتاج وقت كافي، حتى لو بتحدث عن صندوق مصر السيادي اللي هو لديه قدر عالي من الخبرات ولديه قدر عالي من المرونة تمكنه من اتخاذ القرارات في أسرع وقت ممكن. لكن المسألة ليست بالبسيطة أو أنها تستغرق عدد من الأيام والأمر ينتهي. المسألة الثانية، لأنه احنا الحقيقة بنتحدث عن شركات أو استثمارات أو إنشاء شركات جديدة، المستثمر لما بيجي يدخل مش بس بيبص على الأصل اللي داخل ياخده، بيبص على القطاع، بيبص على شكل المنافسة، بيبص على الإطار الاقتصادي ككل، بيقيم المتغيرات الاقتصادية اللي بتحدث على أرض الواقع بما فيها سعر الصرف مدعوم ولا مش مدعوم، بما فيها سعر الفايدة. فالحقيقة المسائل بتاخد يعني في الكثير من العوامل طبعا اللي بيبقى محتاجها وبيدور عليها، منها الحوافز والضمانات. أستاذ باسم، في هذه النقطة تحديدا، أي مستثمر أجنبي أو أي حد عايز يعمل استثمار في مصر بشكل مباشر بيبقى عايز حاجتين، حوافز وضمانات، هنقدم له ده ازاي؟ هو اولا المستثمر الاجنبي بيجي بيبص على مستثمر محلي قبل ما يستثمر، فاحنا لازم يعني نيسر امور المستثمر المحلي الاول عشان نجيب مستثمر الاجنبي. الحوافز اللي عايزها اي مستثمر اجنبي، عايز يعني اعفاء ضريبيه، عايز حوافز. دعم صادرات، عايز حوافز طبعا باشكالها، عايز طاقه رخيصه، عايز عماله يعني تبقى برضو الى حد ما يعني مش غاليه.
دي بالنسبه للحافز. بالنسبه للضمانات محتاج ضمانات زي الليجل اكزكيوشن، محتاج حقوق الملكيه، محتاج يعني لا قدر الله لو في نزاعات يبقى عنده حقوقه في النزاعات. دي الضمانات اللي هو بيحب، عايز الشفافيه في المعاملات البنكيه، عايز شفافيه في القرارات، عايز ان هو يقدر تحويل تجنب الارباح يبقى سهل بالنسبه له للخارج. هي دي اللي هو بيدور عليه. طيب كل الملفات وكل النقاط اللي حضرتك ذكرتها ملفات مهمه جدا، هل من الممكن ان احنا نتخذ فيها قرارات سريعه وناجزه وسريعه يا فندم الفتره المقبله؟ بالتاكيد، بس برضو يعني احنا عندنا كثره قرارات في قرارات كتير جدا، وطبعا نرجع تاني ان في قرارات متضاربه مع قرارات، لا فالموضوع يعني عايز يتحل واحده واحده، يتحل لكن يعني هياخد وقت شويه. طيب احنا كمان يعني مهتمين جدا ان احنا نعرف اراء الناس، ودلوقتي هنستعرض مع حضراتكم نماذج من تفاعل المواطن على السوشيال ميديا حول الحوار الوطني. هروح لزميلتي يارا معاها طبعا كل التفاصيل وتفاعل المواطن مع هذا المحور. اتفضلي يارا. بجدد الترحيب بك خلود وبضيوفك الكرام، اهلا بكم مشاهدينا في استعراض تفاعل حضراتكم على السوشيال ميديا والجمهور قال ايه على حسابات القناه على السوشيال ميديا. في بدايه فقرتنا دلوقتي هنتكلم عن التعليقات اللي حضراتكم كتبتوها، وكان السؤال في ضوء تعدد لجان المحور الاقتصادي، الحوار الوطني، التضخم، الاستثمار، الاصلاح المالي، الصناعه، العداله الاجتماعيه، الزراعه، السياحه. شارك برايك ايه اكتر اللجان اللي هتحرص على تبعت مناقشتها. في تفاعل حضراتكم شريف كمال قال انه هيهتم بمتابعه الصناعه والزراعه. كمان من تفاعلات حضراتكم على السوشيال ميديا مجدي صبحي اتكلم وقال انه العداله الاجتماعيه والزراعه هي الموضوعات اللي هيهتم بمتابعتها. مينا عوض قال انه او اتكلم عن حاجه مختلفه عن محتوى السؤال، وقال حل مشكله الايجار القديم والقيمه السوقيه من الشقق. كمان الاستاذ عاطف قال اكيد اهم الموضوعات اللي بتهتم او بتلامس غالبيه طبقات المجتمع والشعب، وقال ان هو مهتم بمتابعه الموضوعات دي كلها ومهتم ايضا بتحقيق العداله الاجتماعيه. مشاهدينا دي كانت أبرز تعليقات حضراتكم وتفاعلكم مع سؤال اليوم من حلقة الحوار الوطني على المنصات المختلفة لقناة أكسترا نيوز على السوشيال ميديا. بشكر حضراتكم على طيب المتابعة، والآن عودة لزميلة خلود زهران. زميلتي يارا بشكرك شكرا جزيلا، شكرا لك. يعني دكتور هشام زي ما احنا شفنا أستاذ باسم، يعني تقريبا الناس هتتفاعل وهتتابع كل اللجان، كل لجان المحور الاقتصادي، صناعه، زراعه، استثمار، العداله الاجتماعيه، كل اللجان الخاصه بهذا المحور تحديدا الناس متابعاها والناس مهتميه بيها. استاذ باسم كان بيقول لنا قبل الموجز انه هناك الكثير من العوامل اللي بيدور عليها المستثمر الاجنبي، منها استقرار سعر الصرف ومنها كمان المناخ التشريعي. من وجهة نظرك أيضا وحضرتك طبعا ليك باع طويل في هذا المجال، ده هنقدمه إزاي؟ بمزيد من الاستقرار في السياسات الاقتصادية، لكن دي مسألة صعبة للغاية في الوقت الحالي، لأنه كل اقتصادات العالم بتعاني بما فيها الاقتصاد الامريكي بالمناسبه، اللي هو يقترب بشده من ازمه اقتصاديه، بيقترب بشده من كارثه اقتصاديه. احنا الحقيقه بنشوف الديبيت اللي موجود في الكونجرس بغرفتي فيما يتعلق برفع سقف الدين، بنتكلم على الدين الامريكي اللي تجاوز 31 تريليون دولار وعامل مشكله رهيبه داخل الاقتصاد الامريكي. فاحنا الحقيقه بنتحدث عن ظروف ضاغطه على الجميع بما فيها ويجب استقراره بشكل جيد تحركات البنوك المركزيه، ويسبقها بالتاكيد الفدرالي الامريكي اللي بياخد خطوات اكثر جرأه، لا اكثر شراسه في رفع اسعار الفايده، وده بيخنق مناخ الاستثمار، وده بيجعل حرب جذب الاستثمارات او حرب حركه تدفق رؤوس الاموال في حرب شرسه. وكل دوله بتسعى انها مش بس انها تحافظ على استثماراتها الداخليه، لكن كمان بتسعى انها تجذب استثمارات من الخارج، وحركه اسواق الصرف بتصب في هذا الاتجاه. لازم نكون مدركين ده، قادرينه بشكل جيد، وبناء عليه احنا الحقيقه في ظروف صعبه للغايه.
مؤكد مزيد من الاستقرار في السياسات الاقتصادية، والحقيقة عايز أشيد بما أتخذ من قرارات خلال الأشهر القليلة الماضية، سواء كان من جانب الحكومة أو من جانب البنك المركزي فيما يتعلق بإعطاء مدونة أكبر لسعر الصرف، تحريك أسعار الفايدة لتعكس الوضع الاقتصادي الحقيقي. كل ده حتى لو بيخلق مزيد من الضغوط على حركة الاستثمار، لكن أتصور أنه في الأجل المتوسط والطويل سوف يؤتي ثماره الإيجابية في تهيئة مناخ الاستثمار. طبعا احنا يعني بنتمنى كل الخير لبلدنا، بنتمنى الخروج بقرارات سريعة يا أستاذ باسم، يعني قرارات سريعة وناجزة في ملف الاستثمار، لأنه هو بيدعم الاقتصاد بشكل كبير جدا، حوافز تسهيلات المستثمر المحلي المستثمر الأجنبي. الحمد لله هناك نية وهناك جدية من الدولة المصرية طبعا للنهوض بي أو زيادة نسب الاستثمار المحلي والأجنبي، ونتمنى أن احنا إن شاء الله يعني قريبا نسمع أخبار مبشرة. أنا بشكر حضراتكم وعلى هذا اللقاء الثري، يعني أستاذ باسم لطفي مقرر مساعد لجنة الاستثمار الخاص بالحوار الوطني، شكرا لك يا فندم. دكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، شكرا لك دكتور هشام.